السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلمات الأكثر تداولا في الفصل الأول حول النص. مثلا يأتيك سؤال كي بار، من يتكلم؟ كي بار معناها من يتكلم. الإجابة تكون لوتور، أو تجدون اسم الكاتب تكتبون الكاتب تقولون لوتور، أو تجدون اسمه تكتبون. مع من يتكلم؟ أكي، أكي مع من يتكلم. الإجابة تكون أنو، نحن، لنا، نحن يتكلم معنا. الموضوع دو كوا، دو كوا تكتبون الموضوع. مثلا اذا كان نشوفوا عنوان النص على واش يتكلم، ديروا مثلا ليجيان بروبروتي كوم سا. على ماذا يتكلم النص؟ على ماذا يتكلم النص؟ دو كوا معناها الموضوع. ما الهدف؟ دون كيل بوت. ما الهدف؟ الاجابه تكون بور اكسبليك، ليشرح. بور اكسبليك، الاجابه تكون بور اكسبليك. تاتي الاسئله هكذا، ياتيك جدول، تاتي كي بار، من يتكلم، نقولوا كي بارل، نقولو لوتور الكاتب، أو نكتبو اسم الكاتب. أكي، أكي معناها مع من يتكلم، نكتبو أنو. دو كوا، دو كوا معناها الموضوع، مثلا يتكلم على الموضوع، هو نديرو الموضوع. كي بارل نقولو هنا الكاتب، الكاتب نكتبو الكاتب. أكي لمن يتكلم، يتكلم معنا. أنو، أنو. دو كوا الموضوع، هو الموضوع، تكتبوا الموضوع على واش يتكلم، مثلا على البروسادون، على دون كيل بيت. ما الهدف؟ بور اكسبليك، لي يشرح. اكسبليك، ايضا بعض الكلمات الاكثر تداولا واستعمالا في هذا الفصل. ليجين، les microbes, la propreté, la santé, le corps, les mains, les dents, le médecin, la saleté, le dentifrice, se laver, se brosser, expliquer, manger, le savon.